Médias. Médias. Podcast. نبدأ إذن كالعادة من حيث توقفنا، حيث تطرقنا إلى أحداث الجزائر وكيف عشتها وإجراء الجولة الأولى من أول انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ البلاد، حققت فيها الجبهة الإسلامية الإنقاذ بزعامة عباسي مدني فوزا كبيرا أنذر بالشيء الكثير. يتدخل بعدها الجيش لإلغاء الانتخابات ووقف المسار الانتخابي إلى أجل غير مسمى، وتم تبرير هذا القرار عبر مخرج دستوري يتمثل في تقديم الرئيس الراحل شادي بن جديد استقالته، وتم إعداد رسالة الاستقالة ليقرأ بعض سطورها كئيبا على شاشة التلفزيون، وقال إنه لا يستطيع البقاء في المنصب. وقد فاجأ هذا القرار الجميع لكون الشادي أعلن قبل أسابيع أمام حشد من الصحفيين الجزائريين والأجانب أنه يقبل نتيجة الانتخابات مهما كانت، وأنه مستعد للبقاء رئيسا متعايشا مع برلمان من أغلبية الجبهة، في محاولة لاستنساخ تجربة التعايش في فرنسا بين الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران والأغلبية اليمنية في الجمعية الوطنية البرلمان. لذا يقال أن شادي بن جديد جاء إلى السلطة في انقلاب عسكري مبطن في فبراير 1979، وذهب إلى بيته في انقلاب عسكري آخر غير معلن في يناير 1992. مضت 30 سنة على ما عرف بانقلاب 12 من يناير 1992 في الجزائر، بعدما قرر المجلس الأعلى للأمن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وغير هذا الحدث التاريخي مجرى الأحداث في الجزائر، وخلف تركة أمنية وسياسية واقتصادية لا زالت تداعياتها قائمة إلى اليوم على الحرب الأهلية وما سمي بالعشرية السوداء. بعد تسلم شادي بن جديد للسلطة عام 1979، بدأت محاولاته لتطبيق خطته الخمسية التي كانت تهدف إلى إنشاء قواعد الاقتصاد الحر في البلاد والنهوض بالمستوى الاقتصادي المتعثر. لكن سنوات حكمه شهدت نشاطا معارضا من العديد من الاتجاهات، وتصاعد الغضب في قطاعات واسعة في الشارع الجزائري. وفي أكتوبر 1988 وقعت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط حوالي 500 قتيل واعتقال 3500 شخص، وسميت هذه الأحداث من قبل البعض بأكتوبر الأسود. وعقب هذه الأحداث أطلقت حكومة مولود حمروش حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، شجعت على حرية التعبير والرأي واستقلالية الصحافة والتعددية الحزبية من خلال دستور جديد. وفي العام 1990 نظمت أول انتخابات بلدية وولائية جهوية تعددية، وكانت أول تغطية لبداية هذه المسار الانتخابي في مرحلة التعددية والانفتاح السياسي. وأسفرت نتائجها عن فوز ساحق للجبهة الإسلامية الإنقاذ على حساب عدة أحزاب، منها الحزب التاريخي الوحيد الحاكم سابقا جبهة التحرير الوطني، وحصل الفيس على أكثر من 950 مجلس بلدي من أصل 1539 بلدية و32 مجلس ولائي من أصل 48. وبعد صدور نتائج هذه الانتخابات المحلية أجرت الحكومة تعديلات على القانون الانتخابي، وكانت هذه التعديلات في صالح الحزب الحاكم، فأدى هذا إلى دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب عام. وقام شادي بن جديد بإعلان الأحكام العرفية في 5 من يونيو 1991، وتم اعتقال رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني ونائبه علي بالحاج المعروف بأفكاره المتطرفة. ونظمت التشريعيات في 26 من ديسمبر 1991، وفازت في الجولة الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب 188 مقعدا بنسبة تمثل 82% من مقاعد المجلس الوطني الشعبي، مقابل 25 مقعدا لجبهة القوى الاشتراكية بزعامة الحسين أيت أحمد، و15 مقعدا فقط لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة عبد الحميد مهري الذي أصيب بالذهول لهذه النتيجة رغم التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات. وبات من شبه المؤكد فوز الجبهة بأغلبية الثلثين من المقاعد المطلوبة لتغيير الدستور ليتمحل البرلمان، ثم استقالة بن جديد، وباتت البلاد على فوهة بركان.
وفي تلك الأثناء صدر بيان موقع من رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للجبهة الإسلامية للإنقاذ عبد القادر حشاني، جاء فيه أن استقالة الرئيس غير دستورية وما هي إلا فصل من مؤامرات شاملة. ومع حالة الاحتقان التي كانت سائدة آنذاك، دخلت البلاد في نفق مظلم وتسارعت الأحداث مع مرحلة العنف والحرب الأهلية التي دامت لمدة 20 سنة. وخلال ما عرف بالعشرية السوداء، كانت ميديان في المتابعة، وعند اختطاف روبان تي بحرين كانت ميديان قناة التواصل بين الخاطفين والسلطات، وهو ما سنعود إليه في لقاء قادم. وأعود بالذاكرة إلى الوراء، أشرت سابقا إلى حضور لقاء العاهل الراحل الحسن الثاني بعباس مدني، استقبله ضمن لقائه بعدد من قادة الأحزاب الجزائرية على مات الباخرة التي أقام فيها طيلة مشاركته في أشغال القمة الثانية لاتحاد المغرب العربي بالجزائر في وليوز 1991، أي قبل أشهر قليلة من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. وأثناء صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لم يدي الراحل الحسن الثاني بأي تصريح يتعلق بالجبهة وبالموقف من فوزها في الانتخابات إلا بعد تدخل الجيش لإلغاء النتائج في يناير 1992، حيث قال في تصريح لقناة فرنسية: من المؤسف للغاية أن السلطات الجزائرية حظرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والأسف أيضا لعدم تركها في السلطة وانتظار كيفية تعاملها داخليا وخارجيا. وإلى لقاء قادم.